باريس هيلتون وقبل ساخنة مع شخص مجهول. شاركت النجمة الشهيرة ومالكة سلسلة الأوتيلات باريس هيلتون صورة من احتفالها بعيد ميلادها يلي كان نهار فالنتاين ب 14 شباط بنايت كلوب فاخر بوسط منهاتن. والملفت أنه باريس ظهرت وهي عم تتبادل قبولات حارة مع شخص مجهول، ويلي لفت الأنظار بالصور وبمقطع الفيديو أنه باريس كانت عم تضحك برفقة الشاب الوسيم وكانت متألقة حتى تبين جذابة بعيونه، ولبست فستان أنيق بنقشة النمر واللون التركواز وحطت عوانات شمس من نقشة فستانها، أما شعرها فكان مرفوع شوي عن وجهها من الجوانب. أما مكياجها فتميز برموش الاصطناعية والكحلة السوداء والحمرة النيود، وبينت بالصور كمان إختها نيكي ورفقتها أشلي بنسن. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوهم زوروا موقعنا الفن.com.